تحدثنا عن ماذا يا محمد؟ إن شاء الله عن بر الوالدين. بر الوالدين إن شاء الله. أحسنت الاختيار، تفضل يا حبيبي، تفضل. الحمد لله رب العالمين، يا رب يا عز كل ذليل، ويا غنى كل فقير، ويا منجي كل منغوث، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. سبحانه 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 سبحانه، لا يسأل عنه متى كان، لأنه خالق للزمان، ولا يسأل عنه أين كان، لأنه خالق للمكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان كان ولا مكان، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون كان، لن يتغير عما كان. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. أما محمد فسل عنه يوم بدر ويوم حنين، سل عنه أرض الحرمين، سل عن محمد الذي ربط على بطنه من شدة الجوع بحجرين، سل عن محمد الذي لما أشار إلى البدر فانقسم البدر إلى نصفين، سل عن محمد الذي تلا القرآن بأطيب الشفتين، سل عن محمد الذي مشى على هذه الأرض بأطهر القدمين، إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء، ما تعاقب الصبح والمساء، وما دام في الكون ظلمة وضياء. أما بعد أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأعزاء، نعم إنه بر الوالدين، إنه بر الوالدين. لقد أصبحنا في زمان نفعل ضد هذه الصفة، ونفعل ضد هذا الشيء، ولم يعد إلا القليل، بل أقل من القليل، إلا من رحم الله هو من يبر والديه، وهو من يعرف قدر والده وقدر والدته. أخي الكريم، لابد لنا من عودة ورجوع ولجوء إلى الله، وبالذات في طاعتك لوالديك. والدليل على ذلك أن ربنا جل جلاله، أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع البصير من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل جل جلاله وبالصلاة أو بالحج، لكنه سبحانه ذكر هذه الطاعة، ذكر بر الوالدين وبالوالدين إحسانا. قارن الله جل وعلا بين عبادته وبر الوالدين، لأنك إذا عبدت الله ولم تطع والديك فأنت بذلك لست ناج من النار، وإذا أطعت والديك ولم تعبد ربك كذلك كأنك لم تفعل شيئا لجنتك أو لآخرتك. فكذلك أخي الكريم، ربنا قرن بين عبادته وبر الوالدين، وذكر في آيات كثيرة جل وعلا، قال جل وعلا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالآيات كثيرة تحثنا على بر الوالدين. ربنا جل جلاله كثر من آيات بر الوالدين، هذا دليل على عظم هذه المكانة وعلى قدرها. بل إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في أحاديث كثيرة، منها أنه لما صعد ذات مرة على المنبر وقال 3 مرات: آمين آمين آمين، فسئل عن ذلك، عن قول آمين، فقال: أتاني جبريل
فقال يا محمد رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من يا جبريل؟ قال من أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال يا محمد رغم أنفه ثم رغم أنفه من ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه يا محمد من يا جبريل؟ قال من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يبرهما فقل آمين. فقلت آمين. فقلت آمين. أخي الكريم، هذه الآيات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقعت في عقل وقلب أناس كثر من صحابة رسول الله ومن التابعين. أقدم لنفسي وإياكم بعض النماذج من هؤلاء النماذج التي تأثرت وعرفت قدر الوالدين وتأثرت بالآيات وبأحاديث رسول الله. من أمثال هؤلاء أبو هريرة الصحابي الجليل، أبو هريرة الذي كان يضرب به المثل في بره لأمه أو بره بأمه. أبو هريرة رضي الله عنه يقول عنه أبو مرة مولى عقيل قال كانت أم أبو هريرة امرأة كبيرة في السن وكانت كفيفة مقعدة، فكان أبو هريرة يأتي إليها رضي الله عنه ويحسن إليها ويغسل شعر رأسها ويمشطه لها ويغسل قدميها وينظف لها بيتها إلى أن أسلمت أمه. ماذا لا يحسن إليها حتى أسلمت؟ وبعد ذلك كان أبو هريرة يمر على أمه في كل صباح، وقيل عند كل صلاة كان يأتي ويقول السلام عليك يا أم أبي هريرة، فتقول وعليك السلام ورحمة الله يا بني، فيقول لها أبو هريرة رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرا، وتقول له ورحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا، ورحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. أبو هريرة ذات يوم أمه تنادي عليه تقول له يا أبا هريرة، فقال لها لبيك يا أماه، نعم يا أماه. فشعر أبو هريرة بأن صوته وهو يجيب على أمه قد علا صوته على صوت أمه، فظن أبو هريرة أنه بذلك قد عق أمه. فماذا فعل؟ إذا بأبي هريرة يصلي ويستغفر الله جل وعلا، ولم يكتفي باستغفاره بل ذهب إلى السوق واشترى عبدين مملوكين وأعتقهما لوجه الله. بسبب ماذا؟ بسبب أنه ظن أنه قد عق أمه وهو يجيب عليها ويقول لها لبيك يا أماه. أبو هريرة وصل بره أنه كان ذات مرة وهو يمشي في شوارع المدينة رأى شابا يسير بجوار بمحاذاة رجل كبير السن، فجاء أبو هريرة ووقف أمام الشاب هذا ووقف أمام أبيه وأمام هذا الرجل، فقال أبو هريرة للشاب ما هذا الرجل منك؟ ما هي صلة القرابة بينك وبين هذا الرجل الكبير السن أيها الشاب؟ فقال الشاب لأبي هريرة هذا أبي. فغضب أبو هريرة وقال للشاب ما أحسنت ولا وفقت، ما أحسنت ولا وفقت من العقوق أن تمشي بين يديه، من العقوق أن تمشي بمحاذاة أبيك. لا إله إلا الله. ما هذا الرجل، ما هذا الصحابي الجليل أبو هريرة يقول أن من يمشي، أن الولد إذا مشى بمحاذاة أبيه بجوار أبيه مساويا لأبيه وهما يمشيان، ظن ذلك أبو هريرة بأن ذلك عقوق للوالدين. قال إذن يريد ماذا؟ يريد من الابن أن يتخلف عن أبيه بعض الشيء. هذا رجل عرف قدر الوالدين، هذا رجل، هذا صحابي عرف قدر الأم وقدر الأب. أخي الكريم، أيضا من هذه النماذج لما مات ذر بن عمر، لما مات ذر بن عمر بكاه أبوه طويلا، فقالوا له أكل هذا تبكي ولدك؟ كل هذا بكاء على فراق ولدك؟ فقال والله لقد كان أبر أولادي بي، لقد كان أبر أولادي بي، والله ما مشى في نهار إلا خلفي،
إلا خلفي إجلالا لي، وما مشى في ليل إلا أمامي خوفا علي من الهوام والحفائر. قال: وما ذهبت إلى مجلس إلا وجلست قبله، وما جلس قبلي قط. قال: وما تكلم إلا بإذني. وكان يقوم مسرعا إذا انتهى المجلس، وأجده واقفا عند حذائي يهيئه لي. وكان إذا أتى الليل وذهبت إلى فراشي وجدته يمهد لي فراشي، وإذا استيقظت في الصباح وجدت ابني هذا يهيئ لي طعامي. ووصل به البر أنه كان لا يرقى سطح داري حتى يتيقن أني لست بداخل هذه الدار. أفلا أبكيه؟ أفلا أبكيه؟ هذا هو البر، هذا هو البر أيها المؤمنون عباد الله، هذا هو معنى البر، هذا هو البر الذي غفلنا عنه. هؤلاء أناس عرفوا قدر الآباء وقدر الأمهات، عرفوا قدرهم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أبر أصحاب النبي بأمهاتهم عثمان بن عفان والحارثة بن النعمان. والحارثة بن النعمان، ذكر عن الحارثة هذا الصحابي الجليل أنه كان له أم كبيرة في السن، فكان يضم رأسها إليه ويثني رأسها ويقبلها، وكان يغسل لها شعر رأسها، وكان يمشطه لها، وكان يوضئها للصلاة، وكان يحملها على كتفه إلى مكان قضاء حاجتها، وكان رضي الله عنه يمهد لها فراشها وينظف لها ثيابها، ويقول: كانت تنظف عني وأنا صغير، كانت تنظف عني وأنا صغير. كافأه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ليلة أعرج بي إلى السماء ودخلت الجنة سمعت صوت الحارثة يقرأ القرآن في الجنة، سمعت صوت الحارثة يقرأ القرآن في الجنة. فنزل إليه رسول الله، لما نزل رسول الله من هذه الرحلة الطويلة قال للحارثة وهو جالس وسط أصحابه صلى الله عليه وسلم: يا حارثة، أخبرني عن أرجى عمل تعمله، عن أفضل عمل تعمله يا حارثة. فقال حارثة: والله يا رسول الله لا أذكر إلا هو بري بأمي، بري بأمي. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفض فرحا ويقول: كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر يصنع بأهله ويوجب لهم الجنة، كذلكم البر يصنع بأهله ويوجب لهم الجنة. فالبر يوجب لك الجنة أخي الكريم. وفي النهاية أذكر لكم هذا الموقف وأختم. كان للفضل بن يحيى، كان أحد التابعين الكرام، يقول عنه المأمون بن سعيد: ما وجدت أبر من الفضل بن يحيى، ما وجدت أبر منه. سجنه الحجاج، سجن الحجاج الفضل بن يحيى، سجنه في الزنزانة وسجن معه أبوه، وكان أبوه كبيرا في السن، فكان الفضل وهو جالس في الزنزانة ينظر إلى أبيه الكبير في السن ويبكي ليل نهار، ينظر إلى أبيه ويبكي، أبوه كبير في السن. ثم إذا بالفضل يذهب إلى حارس الزنزانة ويقول له: إن أبي كبير في السن ولا يستطيع الوضوء بالماء البارد، نريد له ماء دافئا، أبي طاعا وفي السن، سنه كبير، أريد ماء دافئا وأعطيك ما تريد. فرفض السجان أن يأتي إليه بماء دافئ، فقال له: أعطيك مالي وداري وبيتي على أن تأتي إلي بحطب أسخن لأبي الماء وأدفئ لأبي الماء كي يتوضأ. لا إله إلا الله. انظر أخي الكريم، يقول له: أكتب لك كل مالي وداري وأرضي على أن تأتي إلي بماء يتوضأ به أبي، ماء دافئ. فرفض السجان مخافة من الحجاج. فماذا فعل الفضل بن يحيى؟ ينظر إلى أبيه ويبكي، وإذا بالفضل ينظر إلى السماء فوجد مصباحا في سطح الغرفة، فوقف الفضل بن يحيى وأخذ القمقم، القمقم الذي موجود فيه الماء، وظل رافعا يده يقلب القمقم طوال الليل علّه يصيبه بعض الدفء، إلى أن أتى الفجر فأيقظ أبوه وقال له: توضأ يا أبي،
توضيا بهذا الماء قد دفئ بعض الشيء. فلما علم السجان أن الفضل بن يحيى يصنع هذا في القمقم يضعه للمصباح كي يدفئ الماء، منع عنهم الاستصباح بالمصباح، منعه أن يصنع ذلك. وماذا يفعل الفضل؟ ينظر إلى أبيه ويبكي وهو في ندم وحزن على أبيه، وإذا بالفضل بن يحيى لم يجد أمامه إلا أن أخذ القمقم وضعه على جلد بطنه طوال الليل يقلبه على جلد بطنه كي يصيبه بعض الدفء، ثم يعطيه لأبيه لكي يتوضأ عند الفجر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هؤلاء أناس عرفوا معنى البر، هؤلاء أناس عرفوا قدر الوالد وقدر الوالدة. أخي الكريم، هذه رسالة لنفسي وإياكم، وما أردت الحديث عن هذا الأمر إلا ما رأيته منتشرا في زماننا هذا، وطلبه مني كثير من الناس. أمر منتشر هذا، لا ينظر إلى أمه نظرة فيها سخط فقط، بل ربما تطاول عليها، وهذا يسب أمه، وهذا يلعن أبيه، وهذا ربما ضرب أباه. فهذه رسالة لي ولك أيها الأخ الكريم، أيها العاق. الأب والد من أبواب الجنة، والأم باب من أبواب الجنة. فإذا مات الأب أغلق باب، وإذا ماتت الأم أغلق باب، وإذا مات الاثنان جميعا أغلق البابان في وجهك. فلذلك أخي الكريم، استغل الفرصة، استغل وجود أبيك وأمك، وانظر واسأل شخصا فقد أباه أو فقد أمه، والله لتجده أكثر الناس حزنا وتحسرا إن كان من العققة، إن كان ممن يعقون آباءهم أو أمهاتهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من البارين بوالدينا. اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا وأمهاتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم.